يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده وبكل روح رياضيه. وحشتوني جدا جدا، اعتذر عن حلقه امبارح انعتها لظروف عائليه، زياره جات لي فجاه فما قدرتش اطلع في الحلقه امبارح، بس سعدني ان نكون النهارده حلقه متميزه جدا وان شاء الله باذن الله تنول اعجابكم. انوه على حاجه، برجع تاني هاشتاج عاش فرصه واحنا في البيت دلوقتي. كنت زمان بقول اي حد بيمارس رياضه يصور الفيديو ويبعته له، لا انا بقول دلوقتي فرصه واحنا في البيت، اي حد بيمارس اي رياضه او اي حد ما بيمارسش اي رياضه صور الرياضه اللي انت بتلعبها، اللي انت بدات تشجع بيها، يعني شجع بيها نفسك او هتشجع بيها اللي بيشوفونا في البيت، وتقول لهم ازاي بدات تتمرن في البيت او بتمارس رياضه في البيت، وصور الفيديو ده بكل بساطه وابعته لي وهعرضه لك في بدايه الحلقه الجايه. خلونا ارحب، أنا ممكن أقول صديقي هتمشي، زميلي هتمشي، زميل عمل هتمشي، صاحبي هتمشي، هتمشي حاجات كتيرة جدا. دي من الناحية العلاقة اللي ما بيني وما بينه. من الناحية التانية ممكن تقول عليه دكتور، ممكن تقول عليه مستشار في بعض أمور معينة في الشغل عندي، بستخدمه فيها كتير جدا أو بستشيره فيها كتير جدا. لكن الحاجة الغريبة اللي أنا اكتشفتها إن هو كوير، واستعنت بيه في مداخلة لقيته جايب لي تواريخ وتفاصيل وتحاليل وارقام. يا مساء الفل يا دكتور علي. مساء الفل عليك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ بص خليني الاول بس الاول اقول لك كل سنه طيب بمناسبه طيب. قرب حلول شهر رمضان، وانت بالف صحه وسعاده يا رب. هنهني الساده الاخوه المسيحيين بحلول قرب عيد القيام المجيد وعيد شم النسيم. يعني احنا داخلين على مجموعه اعياد كده، اتمنى ان هي دايما نبقى عايشين في اعياد. خليني بقى ايه، هات لي بقى الكاميرا كده شويه معلش بعد اذنك. هي معاك، ما هي الكاميرا انت بتشوفها بتاخدها ما بترجعليش. اولا احنا نتمنى ان احنا نقول نكون ضيوف خفاف على الساده المشاهدين، اكيد في ساعات الحظر والكلام ده كله. الله يخليك يا رب. انا بس عايز اقول حاجه، هي دي مش اسمها بكل روح، اسمها بكل تدبيس رياضيه. انا الحلقه دي دبست فيها اللي حصل. انا استاذ محمد رمضان كلمني من ثلاث ايام قال لي بص احنا محتاجينك في حلقه يوم الاربعاء الساعه 10 بالليل. طب هنتكلم عليه بس دي مفاجاه. فانا جيت لدرجه انا لسه عارف دلوقتي ان انا جاي في برنامج رياضي اسمه كل الرائعه رياضيه. فالحلقه دي هتبقى ايه؟ عباره عن شد وجذب. هو عايز يوديني في الحته الرياضيه وانا عايز اوديه في الناحيه الطبيه. طب استنى بقى، البرنامج رياضي بقى. البرنامج رياضي. طب وانت بتفاجئني على استاذ محمد. ايوه بس انا عارف ان انت قوي، بس انت عارف ان في علاقه وطيده جدا ما بين الرياضه وبين الصحه. طبعا خلي بالك. صح. يعني هقول لك على معلومه، دلوقتي احنا كلنا بنتكلم على موضوع كورونا، صح؟ صح. كورونا هو ده فيروس بيصيب اول حاجه جهاز المناعه. تمام. بيقول لك من اول حاجه عشان ترفع جهاز المناعه لازم تلعب رياضه. ايه رايك في الرياضه؟ صح. تمام. صح. حلو. يعني اذا يعني الرياضه انت دلوقتي انت عايز تربط ما بين الرياضه والصحه والحاله اللي العالم كله عايش فيها، موضوع قصه فيروس كورونا. طب سؤال، لو ليه اجابه اقوله ملهوش اجابه اعدي، هل الرياضه ليها علاقه بالكورونا؟ يعني ممكن استخدمها استخدام يساعدني في الازمه اللي احنا فيها دي؟ طبعا لو الناس بتلعب رياضه، وبالنسبه للرياضه مش شرط ان ممكن ان الناس تلعب رياضه جوه الاماكن بتاعتها، يعني مش شرط تروح نوادي. انا عارف ان النوادي مقفوله، يعني انت ممكن تلعب رياضه. الناس اللي عندها تريد ميل تلعب على التريد ميل اللي هي المشايه. الناس حتى ما عندهاش تريد ميل او بتمارس رياضه حتى لو في السريع او بتاع، كل ده بيرفع من حاجتين، بتعمل الرياضه حاجتين في الايام دي. اولا بترفع الحاله المزاجيه بتاعتك، وده احنا مطالب جدا الايام دي. الحاجه الثانيه ان هي بترفع جهاز المناعه بتاعك، وده اللي مطلوب. وده اللي مطلوب في مع الفيروس. تمام. شفت انا خدتك عندي صح؟ مش عارف. طب ممكن انا اسالك سؤال؟ اتفضل. بص ايه رايك في اللي بيحصل في السوشيال ميديا الايام دي بخصوص موضوع كورونا؟ انت عايز اجابه طويله ولا اجابه مختصره؟ انا عايز اجابه. انا خلي بالك انا بسال سؤال، يعني حضرتك بره الكارير خالص صح؟ يعني مش لا انا بره الكلام ده كله بتاع. انا بسالك كمتفرج عادي جدا او واحد من المواطنين. طب اصل ممكن رد على السؤال، عيد السؤال اهو تاني. انت بتقول لي ايه رايك في السوشيال ميديا اللي بيحصل دي؟ في السوشيال ميديا انا ممكن الخصها في كلمه. تمام. هبد. الله هبد. خلي بالك في بعض الناس الاكسبريشن ده، في ناس تعرف يعني ايه هبد وفي ناس ما تعرفش يعني ما لا بس كلمه هبد دي بقت كلمه موجوده وشغاله دلوقتي كويس جدا، وكل الناس عارفاها خصوصا المتابعين للسوشيال ميديا. الناس اللي في سني ما تعرفش يعني ايه هبد، تخيل. وما قبل سني بقى، انا راجل كبير بقى. طيب وممكن نقول ليه كلمه هبد جت؟ ما احنا عايزين نعرف للناس اللي الساده المشاهدين يعني ايه هبد، وايه المقصود بان السوشيال ميديا هبد. طيب كلمه هبد اصلا هي معناها ان بيتكلم في اي حاجه بيقول اي جمل في اي حاجه وخلاص. او اسمح لي بس اكتب من وراك النقط، لان انا من النوع اللي بحب وانا لما اكتب كده الامين. بس احنا كده خرجنا عن الرياضه وعن الصحه ودخلنا على انا جبتك عندي. لا لا على السوشيال ميديا. لا يا باشا، ما هنربطها دلوقتي بالرياضه. طب كلمه هبد اتقالت ليه؟
بدأ بعض القلش بقى اللي هي كانت قبل الهبد دي ما بين اللي بيخش على السوشيال ميديا في بعض التعليقات والتهريج والهزار والكلام ده كله. هو عايز يقول له انت مش كاتب جمله مفيده او ما بتتكلمش حاجه مفيده، انت مجرد ما انت عملت ايدك كده على الكيبورد هبت ايدك على الكيبورد. اه تمام. فانت الجمله اللي طلعت كتبتها. حلو قوي. فهو ده المعنى العملي بتاعها، كلمه هبد دي انا هبت على الكيبورد كده وكتبت الكلام اللي طلع كتبته، ولا مرتب ولا منظم ولا ليه معنى ولا ممكن يكون مش مفهوم. دي معنى كلمه هبد. بدات تتخذ على ايه؟ بدات تتخذ على اي كلام ملوش معنى. يعني انت مثلا بتقول كلام انت مش مقتنع بيه، اقول لك انت بتهبد. طب بتتكلم عن كلام مثلا انت سرحت بقى في حته بعيده او رحت في حته بعيده ملهاش اي مقياس من علم او ارقام او احصائيات او الكلام ده كله، يقول لك لا ده هبد. تمام. فمن هنا ده معنى كلمه هبد ومنين جت. تمام. يعني انت اذا انت بتقول ان اللي بيحصل في الايام دي في السوشيال ميديا ده هبد. طيب خليني انا هقول لك وجهه نظري. ممكن اتفضل. بس لو تفتكر احنا شعب جدير بالدراسه. ايه جدير بالدراسه؟ يعني الشعب ده جدير لازم ندرسه. ليه بقى؟ ملوش لا الشعب ده عنده يابيض اسود. يعني انت لما تلاقي ثواني بس ملوش كتالوج. ملوش كتالوج. اه طبعا. ودليل على كده ان الاحتلال الانجليزي ما اثرش فينا ولا الاحتلال الفرنساوي ولا حاجه خالص، احنا بنحتفظ بلغتنا وبالهبد بتاعنا. بالهبد بتاعنا ماشي. فتلاقي مثلا ايام ثوره 25 يناير تلاقي كل الناس كانت بتتكلم في السياسه، وفي ده الموضوع كان بيحتدم وممكن ناس تختلف مع بعضيها. تمام. واحده فتره طويله قوي نتكلم في السياسه. تيجي لو تفتكر ايام ماتشات الكوره وكان الاهلي والزمالك وتلاقي الناس ايه عماله بتختلف، كل الناس بتتكلم في الكوره. تمام. الايام دي كل الناس بتتكلم في كورونا. بس خلي بالك موضوع خطوره موضوع كورونا ان انت بتتكلم على حاجه ممكن تاثر بنتيجه ايجابيه او عكسيه على البيئه المحيطه بيك. بس طيب. برضه عشان ما يبقاش الموضوع سوداوي للدرجه اللي انا شايفها. لا انا لا شايف لا الموضوع خالص. الموضوع في مصر الى حد ما متسيطر عليه. لا خليني اقول لك على اخبار كويسه بان انت ما قلت، وانت عارف انا بطبيعتي متفائل. انا مش عايز اقول لك انا متعب جدا في موضوع على فكره الدكتور علاء كان في برنامج من 7 ل 9 ده كان كل يوم طبعا حبيبي. يخش مكالمه بعدها التفاؤل كله كان يبقى موجود. حبيبي حتى والله. كان ملقب بايقونه التفاؤل. لا عايز اقول لك ان انا على الفيسبوك دلوقتي انا بعمل مجهود جامد جدا عشان انت عايز تصدر للناس الاخبار الكويسه. صح. وتدي لان انت محتاج ترفع، وخلي بالك ترفع الحاله المزاجيه وبالعكس على المناعه بتاعتك. صح. تمام. قبل ما انزل خبر وده نازل في المواقع الرسميه ان المانيا، وانت عارف ان المانيا كانت تيجي في المرتبه الرابعه او الثالثه من حيث عدد الاصابات بفيروس كورونا. تمام. المانيا رئيسه الوزراء ميركل قالت من يوم 4/5 اللي جاي هتبتدي ترجع الدراسه بصفه تدريجيه. ترجع الدراسه كحضور صفه تدريجيه. ده نازل على كل مناسبه. طيب. بقى وانا عارف ليه انا قلت المواقع دي نازل في المواقع الرسميه، لان ممكن انت تنزل خبر زي كده تبتدي ناس تشكلك في الخبر ده. يا عم انا منزل خبر كويس يبتدي يقول لك لا 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 ده مش ما حصلش، لا لا يا عم انت مش، يا سيدي ده انا بتكلم في خبر موجود في موقع خبر كويس ان ميركل رئيسه وزراء المانيا، طبعا رئيس الوزراء في المانيا امام رئيس الجمهوريه، نزلت بيان رسمي ان الدراسه سوف تعود تدريجيا بتاريخ 4/5 للمدارس. اعتقد ان ده خبر كويس. وعايز اقول لك ان انا حتى الخبر ده لما نزلته وابتديت ناس تواصل معايا، الناس مبسوطه. يعني اذا الناس بتبحث. اخد اتصال. اديني اتصالك يا استاذ عبد العاطي. مساء الفل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني انا بصراحه عاوز اقول يعني ايه في موضوع الهبد ده، ان في ناس بتهبد كتير على الفيسبوك، يعني بتقول اخبار وتقول حاجات وتلاقي يعني ايه، فبقى الفيسبوك نفسه بقى مصدر من مصادر الهبد، يعني واخد بال حضرتك؟ تمام. فالواحد طب ايه اشهر هبده شفتها الفتره اللي فاتت دي؟ ان مثلا قال لك الاهلي هيكسب الزمالك مثلا. والله شكل الاتصال ده هو الهبد. انا بس عايز اقول لك على حاجه يا استاذ عباطي. صوتك لا واخدها ماشيها عديها. انا بقول لك الاتصال ده شكله صوتك هبد. والله ما غريب عليا يا استاذ عباطي. او فكرني بحد حبيبي. يا فندم انا اول مره اتصل بحضرتك يا فندم. طيب يبقى عشان انا بحبك صوتك بيفكرني بحد انا بحبه. ده شرف ليا يا فندم. طبعا حتى بنفس اللزمات وبنفس طريقه الكلام وبنفس كل حاجه. صح كده؟ ماشي يا استاذ عبد العاطي. يعني استاذ عبد العاطي واستاذ عبد العاطي الشاهد، يعني سعيد جدا باتصالك وتحياتي ليك. بس لا ما ينفعش على الهوا دي يا استاذ مريم. تحياتي ليك كده صديقي الغالي. انت عارف في شبه من مين؟ صوته شبه من مين؟ الاستاذ حازم المرض. لا ما
انا شايف ده انت رحت، ده انت كده هبت في حته ثانيه خالص. انت رحت على ملك الهبد ولا ايه؟ انت هبت في حته ثانيه خالص. صوته من شبه الاستاذ نصر الشاهد والله العظيم. ممكن لا نصر صح، الزملكاوي اصيل حبيبي. مساء الفل عليك يا نصر لو انت. نكمل. فده خبر كويس، ابتدينا بنبتدي بخبر كويس لسه نازل على كل المواقع من حوالي ساعتين، ان المانيا هتبتدي من 4/5 اللي جاي تبتدي يعني تبتدي الدراسه تعود تدريجيا. وده كويس. وده خبر اعتقد ان احنا ده هينعكس علينا احنا بالمناسبه. طب يعني اللي انا فهمته من من الكام دقيقه اللي فاتت دولك، انت بتقول ان انا لو رفعت من الروح المعنويه كشخصيات او كناس او كشعب او كذا هيفرق معانا جدا في طبعًا. في الازمه طبعا. بس انا شايف ده خلي بالك إهمال. بس بدون اهمال، بس عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك انا اول مره اشوف المصريين بيمروا بازمه عالميه موجوده احنا متاثرين بيها وهم نفسهم مرتفعين جدا. يعني اقول لك على حاجه، لو هاجي قبل الازمه طبعا كل الشكر للحكومه من رئاسه لجيش طبعًا. لشرطه، واكبر تحيه للجيش الابيض طبعًا. الصحه والدكاتره اللي واقفين وقفه غير طبيعيه، واشكرك بالنيابه. لا ده حقهم، ده حقهم بجد. الشعب انت لو رجعت قبل موقف الكورونا والازمه تبدا في مصر، اللي كان كسلان يروح شغله، اللي كان مش جدير في شغله، اللي كان بيروح مكسل حتى يزور حد، اللي ما كانش مهتم بالاولاد، اللي ما كانش مهتم بنفسه، اللي ما كانش مهتم بحاجات كتيره، كان في تاثير وسلبيات في حاجات كتيره في حياته. تعال قيس الموضوع دلوقتي، لا ده هو نفسه ينزل يروح شغل، بل بالعكس هو عايز يروح شغل. صح. وممكن بعض المهن او بعض الوظائف لا بتروح شغلها. تعال شوفه في بيته هتلاقيه بقى مرتب بقى منظم بقى في جو اسري. تعال شوفه ما بينه وما بين العلاقات الاسريه او ما بينه وما بين الجيران اللي حواليه او ما بينه وما بين قرايب، هتلاقي بدا لو في مشكله اتصلحت، لو في شيء مشكله ما بينه وما بين حد بدا يتصل، لان بدا يبص للموضوع لا ده في اخطاء كتير، الموضوع حساباتي كلها كانت خطا ودنيتي كلها كانت خطا، لا انا من دلوقتي من الان كل شيء صح هعمله. انت ما قبلكش ده؟ بص عايز اقول لك على حاجه، لا هو اصل احنا خلي بالك انا هعمل حلقه قريب قوي جدا ما قبل كورونا وما بعد كورونا، يعني احنا كنا عاملين ازاي قبل كورونا ودلوقتي عاملين ازاي وبعد كورونا كنا عاملين ازاي. هديك مثال بسيط خالص. طب ما انت ما جاوبتش على سؤالي. لا ما انا بشوفه ده، انا هديه لك بالصوره العمليه. انت شفت ده؟ ده شفته حضرتك. انت كنت تلاقي معظم المحلات بتفتح الساعه 3 العصر. دلوقتي بدري ما بتقفلش الساعه 9 الصبح. وخد بالك انت، وهو ده اللي المفروض ان طبيعي، احنا كنا عايشين حياه غير طبيعيه. اصبحت المحلات دلوقتي بتنزل الشارع الساعه 9 الصبح بتلاقي المحلات فاتحه. طيب بتقفل الساعه 3. اديك تشبيه، اديك تشبيه. كان لو 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 رحت انت في منطقه ريفيه شويه او منطقه فيها طابع الزراعه او اعتمادهم الذاتي على الزراعه والاراضي، وانت عارف انت الجو الريفي ده زمان، او كان في حكمه بتقول لك المناطق الريفيه فيها خير. طبعا ارجع للطبيعه اللي كانوا عايشينها هتلاقيها هم اللي هي اللي بتحصل دلوقتي. الصبح يصحى يروح شغله، يجي الساعه 7 يكون مروح البيت مهتم بنفسه مهتم بدنيته مهتم بأسرته، بيشوف الاكل اللي بياكله ايه والشرب اللي بيشربه ايه، ولازم ومعظم اكله هيكون من نفسه، وبينام بدري يصحى بدري ويروح شغل. لا ده انا عايز اقول لك على حاجه بقى بخصوص الارياف. انت خدت بالك من النقطه دي؟ لا ده انا هقول لك على حاجه بخصوص الارياف. معاك. تلاقيهم بيفطروا بعد صلاه الفجر، ويتغدوا بعد صلاه الظهر، ويتعشوا بعد صلاه المغرب اللي هو الوقت المثالي للاكل. انت واخد بالك انت؟ يعني بعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب اخر وجبه بياكلوها بعد المغرب اللي هو الوقت المثالي. عشان كده كنت تلاقي حتى يعني وما زال تلاقيهم هم اصحاء. وعشان كده يمكن انا طالب طبعا داتا بتبتسم دلوقتي لان الموضوع راح لكورونا خالص. لا لا خالص والله، مبقاش في رياضه خالص. لا لا بل بالعكس، مبقاش في كوره خالص. احنا انت عارف بكل الروح الرياضيه ان انت قبل شيل اللوجو وحط يا ابني صحتك. لا لا انا هروح معاك في الكوره دلوقتي حالا. انا عايز اقول لك ايه، هتلاقي حتى في موضوع كورونا ده هتلاقي انت لو عملت احصائيه هتلاقي ان معظم الارياف مش كل الارياف ما فيهاش كورونا. طيب هو الارياف. اخد اتصال. لا اتفضل يا سيد. مساء الفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منورين والله الشاشه والله خليك. جميله بنستمتع بيكم والله طول اليوم. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا استاذ سيد. ربنا يخليك. انا بحييكم طبعا على الحاجات الهادفه اللي انتوا بتتكلموا فيها والحاجات اللي بتقوي الروابط في الاسره. ربنا يخليك. وطبعا قبل ما نبدا مكالمتي عايز بس نشكر
الشرطه المصريه في أكيد. المجهودات اللي بتعملها عشان تحفظ امن البلد واستقرارها ضد الارهاب. اكيد ودورها واضح. وبنعزي طبعا اسره الفقيد الشهيد المرحوم اللي هو توفى امبارح في الحادث الارهابي. ربنا يرحمه رب. ربنا يرحمه. وبرضه بنقدم تحيه لجيش مصر الابيض الاطباء والاطقم التمريض اللي حاطين نفسهم الكوفي. في موقف العقيد محمد الكوفي يتكلموا وتوضحوا بقى مدى الناس دي فعلا بتضحي ازاي، ان حد معرض نفسه فعلا للخطر، وان هو يعني الاصابه بمرض ممكن لا قدر الله يحصل له حاجه او كده، وواقفين في الصفوف الاماميه. واخر حاجه بحب بس يعني احيي زمايلي في هيئه التامينات الاجتماعيه على المجهودات اللي هم عملوها الشهر ده للصرف للناس المعاشات اهالينا، وخاصه مكتب تامينات اويسنا اول، واخص بالذكر بس ثلاثه لانهم كانوا الناس دي يا جماعه كانوا واخدين اجازات بقرار مجلس الوزراء، ورغم كده نزلوا الشغل بدون مقابل وبدون اي حاجه علشان يخدموا الناس. منهم استاذ بدر محروس غريب ده من اويسنا، ومدام رحاب من اويسنا، ومدام عبير البسيوني، والاستاذ سعيد فتوح، واحمد سمير بدر فرج، والسيد ابراهيم مليجي. وبشكركم تاني، وانا اسف ان انا طولت عليكم. لا لا خالص، لا لا، وانا بستمتع بكم دايما، وربنا يوفقكم دايما للحاجات الهادفه اللي انتم بتعملوها. الله يخليك يا رب. ربنا متشكر جدا ان انا، واسف لو كنت طولت. لا على راسي، ومنور الدنيا، وتحياتي ليك، وشكرا اللفته الانسانيه. وهنا انا بتكلم باسم قناه الصحه والجمال وباسم كل الجوميديا، خالص التعازي لفقيد الواجب وشهيد الواجب العقيد محمد الحوفي. سائلين الله وله الجنة، وللأسرة الصبر والسلوان. وتحياتي لكل من واقف في الشارع، واقف بيحارب إرهاب، بيحارب على حاجات كتيرة. تحياتي ليكم، وإن شاء الله بإذن الله يكون في ميزان حسنات. خلي بالك أنا بس معلش الأستاذ محمد، أصلا نقطتين ما ينفعش عديهم. اتفضل. قال لك أنا بمفروض بالشاشة بتاعتكم طول اليوم، وهو فكرني بحاجة أنا فوق تبتدي بها الحوار. انت عارف ان اكتر الحاجات اللي اصبحت دلوقتي بترفع من الروح المعنويه هو ان انا اجي قناه الصحه والجمال، والتطورات اللي حصلت بسرعه في قناه الصحه والجمال من ديكور ومن اخراج ومن اضاءه، لدرجه ان الحلقه اللي فاتت لما طلعتها، انت عارف ان انا بقدم برنامج اسمه صحتك ثروتك، كان اكتر كومنت جالي قالوا لي هو انت شكلك مختلف. وهنا لازم اتوجه بالشكر لوكاله جوميديا واللي يرأسها الاستاذ محمد رمضان اللي انا ضيفه النهارده. تسلم، تسلم بحياتي. يمكن المشاهدين هيحسوا ان ده حصل في الخلفيه وحصل في الاضاءه. انا كمقدم برامج حاسس قد ايه ان انا داخل في حته تانية خالص. وده يمكن انا قلته الجمعه اللي فاتت في البرنامج بتاعي، ان الاستوديو رفع من الحاله المزاجيه والمعنويه بتاعتي لدرجه ان انا كنت قاعد بتكلم بشكل مختلف، وحتى ضيوفي حسوا بذلك. فدي بس ردا على قصه الشاشه على طول، فلازم اشكرك قدام الناس كلها. ربنا يخليك. انا بحب على شغلي، على المجهودات والتطورات اللي حصلت في القناه في فتره صغيره، واعتقد ان دي بدايه. دي بدايه اولا، بس عشان بس ما بحبش كل روح ابخس حق حد، المجهود ده ما ينفعش يتحسب لا لوحدي. كل من هو في القناه ساهم فيه وشارك فيه وتعب فيه وعمله بايده. تمام. وكنا مصرين احنا هنا في القناه ما نجيبش حد من بره يعمل، لا احنا اللي هنعمله. وكان كل الشكر ليهم، يعني انا مش عايز اقول اسامي تاني عشان ما انساش اسامي، لكن ما فيش شخص في القناه من اداره لموظفين لفنيين لكل شيء ما ساهمش. بس انا توقعاتي لو القناه استمرت بهذا الشكل في خلال شهرين ثلاثه ان شاء الله، القناه دي هتبقى يعني من ضمن خمس ست قنوات كلاس اي 1 في مصر ان شاء الله. معنا مكالمه ولا ايه؟ معنا مكالمه. تمام. حسين مساء الفل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برنامج بكل روح رياضيه محمد رمضان. حبيبي حسين، ازيك يا باشا؟ اخبارك؟ حسين الكاشف زميلي، مقدم برنامج مع الكاشف، وان شاء الله باذن الله بعد رمضان نازل ببرنامج اسمه ليله العمر. ليله العمر يا باشا. ليله العمر. بحييك وبحيي الضيف الكريم اللي معايا. الله يخليك حبيبي. حبيبي حسين، تحياتي ليك. بس كده اعمل مداخله كده في حاجه معينه. اتفضل. اولا محمد بيه، بمناسبه ان حضرتك بتتكلم على بكل روح رياضيه، انا ادعو الدوله المصريه للنهوض بالروح المعنويه واقامه المباريات بدون جمهور، مع عمل الاحتياطات الكامله للكشف على اللاعبين خلال قبل المباراه وفي وقت المباراه وبعد المباراه، وعلشان الناس تقدر تتاكد ان احنا بدانا ناخد خطوات تجاه الحياه الطبيعيه، وعلشان نرفع الروح المعنويه للناس. الناس بتمشي في الشارع، في ناس موهوبه جدا، محتاجين نرفع روح الوهم، يعني محتاجين نرفع جزئيه الوهم دي من عند الناس، ان بدانا فعلا نتعافى وندي ضغط. اقامه المباريات بعد اذن حضرتك
ويا ريت نتمنى ان يكون في حد سمعنا نبدا ناخد خطوه تجاه اقامه المباريات والنهوض بالروح المعنويه للعمال المصريين كمان. شكرا محمد دير رمضان بكل روح رياضيه، خالص التوفيق. حبيبي حبيبي زميلي حسين الكاشف، وصل وجهه نظرك، نختلف او نتفق فيها مش عارف، بس انا مش اهل علم طبي علشان اقدر اقول الموضوع ده. انا معايا الدكتور علاء، فانا هستشيره في الحته الطبيه علشان لو نفع، لان تقريبا اللعيبه فيها احتكاك ما بين اللعيبه. وحبيبي حسين هو سؤاله بيقول نمنع الجمهور من دخول المباريات، نرجع المباريات. هو كده كده ما فيش جمهور. ما فيش جمهور، هو بيقول لك احنا كده كده كاشفين على اللعيبه ومطمنين اللعيبه، ما فيش مشاكل وما فيش كويس، فاللعيبه كويسه، ففي ما فيش مشكله ان ناخد المباريات. بس استاذنك نجاوبه بعد ما ناخد نور. يا نور مساء الفل. مساء النور، ازي حضرتك؟ الله يسلمك. انا حابه اشكر القائمين على القناه كلها بصراحه، ربنا يخليك، وحابه اشكر البرنامج اللي قبل حضرتك دكتور المناعه، وحابه اشكر حضرتك على البرامج بتاعتك، انا شفت لك كذا حلقه. تسلم، ربنا يخليك. وحابه اشكر الضيف بتاعك دكتور علاء. اوجه العزاء لفرد الامن الوطني اللي توفى النهارده او امبارح، عقيد محمد الحوف. واي حد من الفريق الطبي اذا كان اتصاب او توفى. تمام. وحابه بس زي ما اتطبق قانون الطوارئ على رفضوا دفنه الطبيبه بتاعه الدقهليه، يطبق قانون الطوارئ في الفن برضو. تمام، وجهه نظر حضرتك. ما ينفعش يبقى الافلام شغاله عادي وتصاب اللي مع منى زكي عادي ومحمد رمضان زي ما هو. طيب، في اي سؤال تاني يا استاذه نور؟ احييك استاذ نور على الكلام الجميل، شكرا ليكي، كلام رائع، وتحياتي ليكي، وهنجاوبك على وجهه نظر حضرتك من وجهه نظرنا احنا. عايز ارجع لاستاذ محمد؟ لا، نرجع لاستاذ محمد. اروح لاستاذ محمد كده، ارجع لاستاذ حسين. قال لي العباره الثانيه الشرطه. عايز اقول لك وانا جاي المدينه عديت على 5 اكمنه، ده حاجه كويسه جدا، ولكن طريقه التعامل مختلفه تماما جدا. عارف، لا انت حاسس في حاجه، لا انت بقيت تحس ان الشرطه في خدمه الشعب. لا لا لا، بكل ادب بيتعاملوا مع الواحد. لا لا بجد، فدي كلمه حق لازم تقول لهم ده من خلال بقى تجربه شخصيه لسه ما لا واحييهم في حاجه، مع ظل الطوارئ ومع ظل الازمه ومع ظل تواجدهم في مصر بحالها. خلي بالك الطوارئ هنا مختلفه عن الاول، دلوقتي الشرطه متواجده في مصر بحالها في الشارع يوميا من الساعه 7. صح الكلام، والله يكون في عونهم طبعا بقيه اليوم، اذا كانوا جزء منهم بيريح وجزء منهم بيتولى مهمات تانية وتحصل ازمه ارهابيه امبارح ويعرفوا يتعاملوا معاها ويتعاملوا معاها بالشكل ده في الوقت ده، تحياتي ليهم. طبعا طبعا طبعا. عايز اقول لك عشان كده هرجع تاني للحوار اللي كان داير ما بينه وبينك قبل استاذ محمد ما يخش في تليفوننا، ما قبل كورونا وما بعد كورونا. انا متاكد ان في حاجات كتير قوي هتختلف فينا وحاجات هتبقى للاحسن. خلي بالك كان في تقرير طالع من وكاله امريكيه بتقول ان مصر متوقع في 2025 تبقى رقم 9 العالم من الناحيه الاقتصاديه، هتبقى الصين رقم 1، اعتقد امريكا رقم 3. بحث ده فين؟ في حاجه امريكيه بجيبه لك، حاجه معتمده يعني، بتتكلم توقعات الاقتصاد المصري يبقى 2025 رقم 9 على مستوى العالم. خلي بالك هبد مش هبد، حاجه ايجابيه. طيب حاجه ايجابيه. لا بس لا، نرجع اختلف معاك هنا، اختلف معاك هنا جدا. لا مش عايز يكون الحاجه الايجابيه فيها هبد، لان طبعًا لو اكتشفت ان هي هبد هتتاثر لحاله نفسيه صعبه. طبعا خلي بالك انا قلت لك هو في ده، ودي اتقالت في التلفزيون في اكتر من حد خبير اقتصادي قال هذه المعلومه، يعني انا برضو ما قلتهاش من دماغي، ان يتوقع 2025 2030 مصر تبقى رقم 9 على مستوى العالم من القوى الاقتصاديه. واكيد احنا رايحين لها بالدليل، احنا في ظل الازمه كورونا اللي موجوده دي احنا مش متاثرين اقتصاديا، او لو حتى في تاثير اقتصادي مش ملحوظ. بص انت بتفتح معايا مواضيع ممكن نتكلم فيها. بس خلي بالك احنا معانا 2 عايزين نرد عليهم. ما انا لسه، ما انا عندنا الاستاذ حسين والاستاذ نور، انا كاتبهم قدامي. طيب، ولكن انت اثرت حته الحل الاقتصاديه، انا عايز نرجع الناس تسال نفسها في الخمسينات والستينات كنا بنستورد ايه وبنصدر ايه، ودلوقتي بنصدر ايه وبنستورد ايه؟ هل ممكن نرجع نرد على حسين؟ استاذ حسين اشار عشان انت عايز تودينا الرياضه، ودي تبقى اللينك مع الرياضه، بيتكلم ان ممكن النشاط الرياضي يرجع بشروط معينه. تمام حلو. ما هو السؤال، هو السؤال
هل مش اللعيبه دي فيها في احتكاك؟ لا هو السؤال هل الناس بتفكر الشوط يرجع ولا لا؟ هو ده السؤال. لا هو دلوقتي بيقول لك هو بيدعو ان النشاط يرجع او ما يبقى هو انا بتكلم على الناس اصحاب القرار هل بتفكر النشاط الرياضي يرجع ولا لا؟ ما هو دلوقتي هو لان لو الشوط الرياضي لو عايزين يرجع انا متاكد ان ممكن يتحط شروط واحترازات ونشاط. بص خلي بالك معلش خلي بالك بعد تصريح رئيس وزراء المانيا ان المدارس سوف تعود في خلال 4-5 اعتقد ان في حاجات كتير في مصر هتدي الناس تفكر فيها ازاي. اتكلم من وجهه نظري بس. اتفضل. انت عندك الدوري الاسباني والدوري الانجليزي واقوى بطوله اوروبا واقوى دوريات العالم واقوى بطولات العالم ما رجعتش. لا ما انت ما تقارنيش باسبانيا واوروبا و... لا ما هو اقارنك بيهم لسبب. لسبب لان انت عندك هناك يعني في عوامل خارجيه تانية ومعدلات اصابات ومعدلات حاجه. خلي بالك انت تقول والله انا من النهارده بعد شهر او بعد شهرين انا هرجع النشاط الرياضي خلال الشهر او شهرين ابتدي احط يا اخي اقول لك على حاجه. طب ايه المشكله انك تحط اللعيبه لمده 15 يوم قبل الدوري مباشره يلعبوا تمارين بس في حتت مقفوله عليهم وتبقى انت اندر كنترول. سؤال. مثلا بدي سؤال. انا ما انا عارف انت بتتكلم بس سؤال انا كلاعب غير مصاب و11 لاعب غير مصابين بالثلاث احتياطي بنتكلم في مثلا حوالي 15 لاعب هنا و15 لاعب هنا غير مصابين على رؤيه حسين. حسين بيقول لك احنا عاملين عليهم كشف والدنيا تمام مفيش مشاكل. ايه المانع لما يلعبوا مع بعض؟ يعني ايه المانع لما الفرقه دي تيجي والفرقه دي تيجي ونلعب مع بعض؟ احنا كده كده مش ما عندناش من وجهه نظر انا مفيش اي مانع خالص. مفيش اي مانع كطبي هم. انت ضامن ان هم سلام وبالجهاز التدريبي بهذا كل حاجه خلاص انت مفيش مشكله خالص. مفيش اي مشكله. انت عامل كنترولنج يبقى انت مؤيد المبادره السيطرة. يبقى انت طبعا. يبقى انت مؤيد المبادره تحسين. الناس دلوقتي بتبحث عن اي حاجه ترجع الحياه. شوف الخبر بتاع المانيا ده رفع فرق مع الناس معنويا فما بالك بقى لو خبر في مصر. خلي بالك الناس بتبحث عن اي شيء ايجابي يرفع من يبقى نقول طالما حضرتك مؤيد مبادره حسين مبادره حسين انا عايز اشكره عليها وبنشكرك حسين ومبادره حسين زميل حسين الكاشف بيقول ايه؟ بيقول ما عندناش مانع ان احنا نقيم مباريات الدوري والكاس او الكوره في مصر تبدا تقام بدون جمهور. يبقى كده حلينا جزء من المشكله والجزء الثاني نكون مطمنين ان اللعيبه او الجهاز الاداري او الجهاز الفني اللي موجود مع اللعيبه ما يكونوش فيهم حد مصاب فكده الفرقتين ما فيش فيهم حد مصاب فممكن ينتقل الفيروس عن طريق. خلينا اسالك سؤال في دوري على مستوى العالم اتلغى؟ لا ما اتلغوش اتاجل. عارف ده في فرق كبير بانك تلغي وتاجل. ما انا ما هو لسه ما اتاجلش وعايز عارف يعني التاجيل يعني ايه؟ يعني انا متاكد ان انت بتبحث عن اليه. ايوه ما ده اللي انا عايز اوصل له. هو في اليه ولكن هل دي ممكن يكون من ضمن الاليه؟ ارجع بدون جمهور. وارد جدا انت تبقى ضامن الناس اللي هم المتنافسين بنسبه 100% ان هم ما عندهمش اي احتماليه باي اصابه. ممكن وناس ممكن تعمل. استاذ نور من اسكندريه. بس استاذ نور اتكلمت في خرجتنا يعني بقى من الكوره وخرجتنا من الطب يعني من يعني انا دخلتنا في الفن وما ما يعني في حاجات برضو احنا في حاجات وانا عايز اقول ليه لان كان في كم خبر او كم تويته او كم بوست اتكتب كده من كم يوم بقى بالنسبه للاعلام كان هبد الهبد يعني طالما كنا هنتكلم في الهبد في اكتر من فنانه كده هبدت كام هبده كده ما شاء الله عليهم كل هبده او من التاني. بص اي فنانه بتعبر عن نفسها التفاصيل. اي فنانه بتعبر عن نفسها وليس ما بتعبرش عن قطاع الفن يعني ايه يعني واحده لما تقول لك لا وايه العماله انا مش عايز اقول بس عشان يعني دي واحده بتعبر عن نفسها خالص طيب. يعني معلش خانها هقول لك برضو نور عشان انا ما دخلتش معاه في التفاصيل بس هقول الكلام ده علشان قريت على السوشيال ميديا شويه او قريت ما بيصار في رجعنا تاني للسوشيال ميديا هنرجع تاني للموضوع. ما هي على فكره السوشيال ميديا دي موضوع كبير لو قعدنا فيه حلقات مش هنخلصه. ليه بنقول كده؟ في ناس منقسمه بتقول لك انا بدل ما بصرف على المسلسل 100 مليون ما انا اصرفهم على المستشفيات واخلص من الازمه دي بدري كلام نظري كويس ماشي خليني بالتاكيد القيادات هي عارفه كده كويس قوي انا فاهم بس برضو احنا بنتكلم احنا كوجهه نظر كجمهور والمشاهده بتتكلم كوجهه نظر كجمهور وفي نص تاني منشق بيقول لك لا ده عمل فني بيساعد على مرحله الازمه واحنا مكملين واخدين احتياطاتنا واخدين دنيتنا وده احنا سبب من او جزء من الاقتصاد المصري او جزء من التروس المصريه في الاقتصاد المصري فان انا هقف تروس كتير هتقف. بص النظريه اللي كان انت بتقوله ده بالتاكيد كلنا هنميل للسيناريو الاولاني ان انت تصرف على قطاع طبي. طب ليه ما تبقاش بس احنا طب بس ليه ما نوزنهاش؟ بس احنا بره برضه تاني هي دي المشكله. ما انا غايلك ما انا انت بره المطبخ. ما انا بره المطبخ فما ينفعش. انا مش بتكلم عليك انا بتكلم عموما انما وليه يعني في حيثيات وخلفيات تانية احنا ممكن انا وانت ما نبقاش عارفينها. بص احنا لازم الاول نثق في القيادات بتاعتنا ونثق في القرارات اللي بتاخدها
واحنا لو وثقنا في القيادات بتاعتنا في قرارات بتاخدها. طب ممكن اقول وجهه نظري، احنا علينا جزء من واثقين طبعا في القياده واثقين في الرئاسه واثقين في كل حاجه، بس انا بقول ايه، ما لو انا كل موقف بقول هل فلان ما بيفكرش في كده او فلان ما خدش الموضوع ده، هل فلان بيحل، بس اكيد كل واحد مننا مختلف في حته، واكيد ممكن نوصل لوجهه نظر تقرب المواضيع بدون التدخل. اكيد طبعا القياده والرئاسه والحكومه كله بيفكر على المصلحه العامه وفي كل الثقه ليهم، جميل. بس انا بقول ايه، كنا من فتره او من سنين، انا هنا بكلم الفن او بكلم الفنانين، واحنا فنانين الانتاج الاعلامي، واحنا ما فيش مشكله، انا بتكلم من وجهه نظري، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، ما عنديش ادنى مشكله. تمام. انا ليه دلوقتي، كان زمان كان قوه المسلسلات عندنا او قوه الافلام السينمائيه عندنا او قوه العمل الانتاج المصري كان قوي جدا، وكان ليه اسمه وكان ليه تاريخه، وكان معمول بطريقه غير طبيعيه، كان التلفزيون بيصرف ومدينه الانتاج بتصرف، وكان مشروع على راي وليد مشروع امن قومي. تمام. دلوقتي من كثرتهم، وكنت يعني تعالى للتاريخ نرجع ورا شويه، هتلاقي مسلسل كذا ليه تاريخه ومعروف لحد دلوقتي. انت قول لي المسلسل بتاع السنه اللي فاتت لاي نجم من النجوم كان ايه، ما تعرفوش. انا ممكن تسالني، طب ارجع للثمانينات او التسعينات. لا والسبعينات، وهقول لك والله، ممكن اقول لك بابا عبده، وممكن اقول لك ارجع برج الحظ، وممكن اقول لك الشهد والدموع. ايوه الحاجات لها تاريخ. ليه رأفت الحجان؟ ايوه الحاجات لها تاريخ وحاجات، بس ليها تفسير من وجهه نظري. انا هقول لك، بس هقول لك لها ما تفسيرها على الاتي، هقوله لك. هو كان بننتج مسلسلين ثلاثه في خلال السنه، بننتج فيلمين ثلاثه اربعه خلال السنه، معمولين بشكل كويس، متخدمين عليهم بشكل كويس، فيهم رساله، فيهم سرد بشكل كويس، فانت بالتالي قدمت منتج كويس. فانا بقول لك هنا، انا عايز اوصل لدي، بقول لك تعالى امسك العصايه من النص، امسك العصايه من النص. انا بدل ما انتج كل الكم ده كل سنه من المسلسلات دي، وانت كل الكم كل سنه من الافلام دي، وعامل منافسات وصراعات ما بين فنانين هنا وفنانين هنا، فنانين هنا وشركات انتاج هنا وشركات انتاج هنا، ما اعمل دمج، بس اعمل فيلمين او ثلاث افلام يكسروا الدنيا في الوطن العربي كله، اعمل مسلسلين ثلاثه يعيشوا معايا سنين طويله جدا. لان لو جيت قلت لك السنه الجايه، السنه اللي فاتت مسلسل فلان مثلا نجم من النجوم من العمل، انت هتنسى اسمه، هتنسى اسمه. ده اللي انا عايز اوصل له وجهه نظري. ممكن يبقى مع بعد كورونا دي، ممكن نبقى من الحاجات. طب خليني اكمل وجهه النظر الاخرى. الجزء الثاني مفيش هدف. هات لي مسلسل من المسلسلات دلوقتي فيه هدف. الفيلم الوحيد اللي اتعمل فيه هدف ورساله وكسر الدنيا اللي هو الممر، وكسر الدنيا وبهدل الدنيا عشان اتعمل برساله وهدف وبشكل معين. ده وجهه نظري، ان نمسك العصايه من النص. ما ولا بهاجم حد ولا باجي على حد، ولكن احنا لو رتبنا الاوراق بشكل كويس، لان احنا في الفن احنا اسياد العرب. طب انا ممكن اخد بقى وجهه النظر الاخرى. اتفضل. خلي بالك انا بس بدأنا، انا ما بتفرجش على المسلسلات، بس عشان الناس ما تخش، انا ما بتفرجش على المسلسلات. وارد اللي انت بتقوله ده يكون ده بلاننج او دي الخطه بتاعت رمضان اللي جاي، واخد بالك انت؟ لان انت وارد تكون انت في كونتراكت، في عقود اتعملت والكلام ده كله وبتاع، فخلاص ما ينفعش تتراجع فيها. تمام. انما اللي انت بتقوله ده انا موافق معاك فيه مليون الميه، ان انت من السنه الجايه بدل ما بتعمل 20 مسلسل، اعمل مسلسلين واصرف عليهم كويس جدا ويسمعوا من الناس. تمام. وارد ان يكون ده هو من ضمن المكتسبات اللي هنكتسبها بعد ازمه كورونا. هو تمام. ايه هو؟ ان ازاي توظف الريسورس بتاعتك، الموارد بتاعتك والامكانيات بتاعتك في الاماكن الصح بدون ابيوز. يعني ايه؟ يعني سوء استخدام، وتستخدمها بفرطه مش في مكانها. وارد السنه دي، وارد جدا يكون في التزامات، والله اعلم. انا عشان كده انا قلت لك، انا معاك انما اللي بيستنى السنه الجايه يقول لك طب ما هم يبتدوا من دلوقتي يعملوا كده، تبقى فكره رائعه. بدل ما ده يا راجل، ده كان في مسلسل اسمه محمد رسول الله. لا انت بص، المسلسلات مسمعه. ارجع 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 لافلام، ارجع لافلام كمان. انا فجاه اتفضل، انت عارف انا اكتر قناه بتفرج عليها ايه؟ مزبيرو زمان. مزبيرو زمان دي رائعه على فكره، مش انت لوحدك، في ناس كتير جدا بتتفرج عليها. والصحه والجمال طبعا. صح. بص، الصحه والجمال دي قصه تانية خالص. خلي بالك، الصحه والجمال حتى بعد اللي بيحصل، لا مش تحيز الصحه والجمال بالمناسبه. بص انا بعتبر ارجع نفسي. ارجع، احنا دخلنا في الفن بس خلينا كمل. خلي بالك الرياضه ليه فن. ليه ما خلينا خلاص الرياضه، خلينا نتكلم في الفن شويه الموضوع. خلي بالك الملف ده، لا انا بس بتكلم معاك، بس خلينا نتكلم. هل اتعمل حاجه زي بوجو وطمطم تاني شدتنا احنا، شدت الاطفال الموجودين حاليا؟ خالص مفيش. هل اتعمل حاجه مثلا زي ماما نجوى، زي بقلوس، زي انا بكلمك بجد، ما هو خلي بالك احنا اتربينا كده، يعني احنا اتربينا على الجيل ده. هل اتعمل حاجه زي عائلة حاجه ونيس؟ اتعملت بكار كان اخر حاجه اتعملت. بكار اتعملت من 7-8 سنه، اتعملت في رمضان. هل اتعمل حاجه الاطفال زي فوازير
الفنان راح عملها مدبولي وفؤاد المهندس جد عبده تقريبا عمو فؤاد وجد عبده وجد عبده، هل هتعمل حاجه تاني بعديها بفتره؟ اتعملت نيلي وشيرهان وحاجات كتير، هل هتعمل حاجه تاني؟ ما اتعملش. انت لو بصيت للقيم اللي خدناها من الحاجات دي والرساله اللي كانت موجوده في الحاجات دي، بالرغم لو انت هتيجي تبص للامكانيات ما كانتش امكانيات التكنولوجيا في التصوير وفي الانتاج زي دلوقتي، لو بصيت للخبره للفنانين او الكورسات اللي على ايامهم كانت بالفطره غير دلوقتي، اللي بيروح ياخد كورس في هوليود واللي بيروح ياخد كورس هنا، فالموضوع مختلف. لكن برضه عشان ما اكونش مسود الدنيا قوي، في بعض الانتاج ان كان انتاج درامي او انتاج سينمائي او انتاج مسرحي ليه كل الاحترام، لان بيجي في الاخر في رساله، ورساله كلنا احنا في البيوت محتاجينها. طب ما تيجي نقول دعوه من برنامج بكل روح رياضيه ان شاء الله السنه الجايه رمضان اللي جاي اللي هو 21 ان شاء الله تعالى، ان احنا النهارده هنعتمد على الكيف وليس الكم. بمعنى اخر ان احنا مش مهم تديني 20 مسلسل، لا اديني مسلسلين ثلاثه، ولكن المسلسلين ثلاثه الناس تطلع منهم بحاجه، وتوفر امكانياتك في القطاع الطبي. وخلي بالك مش شرط القطاع الطبي، لا ده في قبل القطاع الطبي قطاع التعليم. ما هو التعليم والطب بالنسبه هم وجهان لعمله واحده، وهم مقياس تقدم اي شعوب. وده خلي بالك، وانا دي توقعاتي برضو من ضمن المكتسبات اللي هناخدها من ازمه كورونا. هو في حد من الساده اللي طيب عشان بس جات لي مثلا مسج بيقول لي ايه، مش الحكومه اللي بتنتج الحاجات دي؟ انا ما انا عارف ان الحكومه اللي مش بتنتج الحاجات دي قطاع خاص، بس انا ممكن انظمه بصرف النظر مين اللي بينتج، مش دي قضيتي. لان ممكن النهارده القطاع الخاص بيبقى بينظم عن طريق الجهات اللي ذات القرار عادي، يعني ايه المشكله؟ ما عنديش مشكله. انا مثلا ايه اقول قرار ايه، انا مثلا عايز مسلسل مثلا، لو انا في ايدي قرار مثلا هقول ايه، انا عايز النهارده مسلسل السنه دي مثلا، عايز مسلسل بيتكلم عن حاجه في التاريخ، حاجه في التاريخ بحاجه بتتكلم هتفيدني في التعليم، حاجه هتفيدني في الصحه، حاجه هتفيدني انا كانتماء للبلد، حاجه هتفيدني في كذا. يبقى انا قسمت دور الاعمال اللي انا محتاجها ان كانت دراما او ان كانت سينما، وابدا اوزع مين اللي هيقدر ينفذ لي ده كقطاع خاص. ده رد على وانا لو البرنامج بتاعنا اسمه ايه تقريبا كان بكل روح رياضيه. بكل روح رياضيه. هو انا ممكن اختلف معاك في الراي، لا، ولكن انت تقنعني وانا اقنعك ونبقى مبسوطين. هو ده اللي حصل دلوقتي بالمناسبه. عارف، شوف في اول الحوار انا كنت بقول ايه وانت وابتدينا انا وانت مختلفين، ولكن في الاخر اقتنعنا. لكن بس انا عايز اقول برضو حاجه، من ضمن المكسبات الكبيره هناخدها من ازمه كورونا هو القطاع العلمي والقطاع التعليمي والقطاع الابحاث هياخد حقه. لا، كل واحد خد حقه، هياخد او هياخد حقه بزياده. لا بس كل واحد خد، يعني بدانا ان كل واحد يبدا ياخد حقه في مكانه، مش حقه كمادي. تمام. لا انا بتكلم في الحق المعنوي بكل روح رياضيه. بكل روح رياضيه. عايز بقى تسالني في ايه في الرياضه؟ خلي بالك بكل روح رياضيه. عايز اقول لك على حاجه بجد، وانا جاي سرحت كده بخيالي، كنت انت عامل حلقه اول امبارح مع حد من الزملاء يعني، وبنتكلم في نادي القرن والكلام ده كله، انا سرحت حاجه تانية خالص. هو الانتماء موجود دلوقتي زي زمان؟ وجي مثال قدامي مدرب اسمه جريدو كان في البطوله الافريقيه بيدرب مش عارف النجم الساحلي، وكان واقف بتنطط وبتاع. ده انا لدرجه ان انا حسيت بالمناسبه كان بيدرب الاهلي زمان، كان بيدرب الاهلي واخد تقريبا بطوله، كان واخد بطوله اللي هي سنه 2015 الجون عماد متعب. تمام. وجري في الملعب وبتاع، فاكر؟ فجريدو جه كان لابس قميص ابيض وجرافات. راح جاي في دور الثمانيه في دور المجموعات كان بيدرب النجم الساحلي. بس عايز اقول لك على حاجه، بعيدا عن الانتماء، بعيدا عن كده هوب، ما انا هقول لك بس بعيدا عن الانتماء بس عشان ما انساش النقطه دي. اصل اللحظه اللي جه فيها الهدف بتاع عماد متعب في الوقت ده بالطريقه دي تخلي الزملكاوي يجري. لا لا مش بتكلم، لا والله انا بتكلم على حاجه ثانيه خالص. بتكلم النهارده انت احنا في اشد الحاجه وامثل حاجه ان احنا يبقى عندنا انتماء. لا اصل مع الاسف الشديد الاحتراف، هم شايفين ان الاحتراف والانتماء ماشيين في حقبتين عكس بعض، وده بمناسبه مش صح يعني. يعني انت النهارده تلاقي المدرب، انا بس ما انا برضه افتكرت جريدو ده في الدور والمجموعات كان مع النجم الساحلي واقف بيتنطط. تمام. جه في دور الاربعه في دور قبل النهائي راح اتنقل لفريق تاني، اعتقد الوداد المغربي وحاجه زي كده، والوداد بيلعب النجم الساحلي واقف عمال بيتنطط. ايوه، لدرجه ان انا هو المدرب ده مع مين؟ انت جبت اللغز على فكره اللي كان الهدف منه موجود في الحلقه، اللي هو ما بين الانتماء والاحتراف. تمام كده. احنا عندنا في مصر كمننا شعب عاطفي، ما عندناش لغه البيزنس، او ما عندناش لغه بكام يودي بكام تجيب ايه والكلام ده كله، او لغه البيزنس. لا بس برضو خليني اقول، لازم لان احنا كمصريين عاطفيين جدا، فالانتماء مسيطر. لكن هو راجل جاي من بره عنده الثقافه دي، عارف يعني ايه ثقافه الاحتراف، عارف يعني ايه انا باخد مبلغ مقابل ان انا ادي خدمه معينه
للفريق اللي انا بدربه، فبالتالي انا بكون فرحان اني بقدم الخدمه دي، بكون فرحان ان الخدمه بتاعتي بتتنفذ، بكون فرحان ومبسوط جدا. يعني اذا انت على كلامك ده ممكن نختلف معاك؟ اختلف طبعا. يعني ممكن على كده انت ممكن تلاقي بعد شهر من دلوقتي الناس اللي كانت لابسه فلينه حمراء لابسه فلينه بيضاء، والناس اللي كانت لابسه فلينه بيضاء لابسه فلينه حمراء، نشجع احنا مين فيهم بقى؟ ما هيبقى تعرض بطلب. لا يعني معنى اخر ايه؟ اكسب من اللعيبه وتذكر اللعيبه. في مكالمه جات لي، في مكالمه جات لي في الحلقه والله اتعلمت منها ولخصت الموضوع، الانتماء للجمهور فقط. لا ما هو اصل خلي بالك هو الجمهور بالنسبه له اللعيب ده. على فكره اول مره اشوفك بتسكت وتفكر. لا 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 مش انت مش واخد بالك، اذا كانت الحلقه كلها مفاجاه بالنسبه لي خليني في ايه؟ انا داخل برنامج ما اعرفش هو لدرجه انت عارف انا نزلت بوست على الفيسبوك انتظروني النهارده الساعه 10 مساء في قناه صحه وجمال وكاتب نقط. ما انا ما اعرفش ايه البرنامج، والله ما اعرف ايه البرنامج. بسالك تقول لي انا انت لا لما تيجي ايه اتفاجئت على الهواء ان احنا بكل روح رياضيه. طب ما فكرش ممكن تكون كاميرا خفيه ولا حاجه؟ لا بص انا داخلين على رمضان وكده وكده. لا يا حبيبي فعايز اقول لك ايه، ما هو خلي بالك اللعيب هو القدوه للجمهور. ايوه بس تمام معلش معلش. يعني النهارده انت لما هو في الاساس هنرجع لعيبه الاهلي النهارده كلها اتعرض عليها مبالغ كبيره من الزمالك، وعلى بناء على كلامك انت لعيبه الاهلي تروح رايحه الزمالك بكره تمام؟ فلعيبه الاهلي بقى لبسه الفانله البيضاء، انا برضو هفضل اشجع اللعيبه دي ولا اشجع لنفسي لبسه الفانله الحمراء؟ لا بص يا غالي، بص يا غالي خلينا يعني مش هختلف معاك. غالي ده ليه علاقه بحسام غالي ولا غالي حاجه ثانيه؟ لا ده لقب ليك والله. إيه اللي بعزه قوي انه ذاكر دي هبه كبيره. على فكره من اللعيبه اللي بحبهم جدا ومن اللعيبه اللي مش هتتكرر في مصر الكابتن حسام غالي. طبعا وكان كابتن وكان قائد. طبعا كابتانه. ويعتبر اللقب ده جاي من اللي كان بيعمله في الملعب. خليني اقول لك النقطه، في لعيبه عندها انتماء للنادي لانها كانت في يوم من الايام من الجمهور، فهي اوريدي بتحب النادي ده وبتحب تشجعه. طب معلش مش خلينا لا لا لا. طب خلينا كمل. كان عندك لعيب كان من الالتراس الاهلاوي وانتقل للزمالك ورجع دلوقتي للاهلي تاني من غير ما اقول اسامي. طيب ايه رايك بقى؟ اخد مكالمه وبعد كده نكمل. خد مكالمتك يا استاذ خليل. مساء الفل عليك. مساء الخير يا استاذ محمد، ومساء الخير على حضرتك وعلى ضيفك الكريم الدكتور علاء. منور الدنيا والله. حبيبي زميلي وصديقي الغالي استاذ خليل ابو زيد، مقدم برنامج صدى مصر وصنع في مصر اللي وحشني كتير ومستنينه كتير كتير كتير. ربنا يخليك، قريب ان شاء الله استاذ محمد الاسبوع ده ان شاء الله. تنور مكانك وتنور في اي وقت. الله يخلي حضرتك. اولا الف الف مبروك على اللوكيشن الجديد وعلى الدنيا الحلوه دي يعني. ربنا يخليك. ويعني انت عارف ان انا اول واحد نادي بالشاشه دي. حصل. صح ولا لا؟ حصل. وبعدين انا تابعت القناه من اول يوم. بس انا قلت لك هتتفاجئ. اه طبعا، بس انا ايه قلت الاول خلص. اول يوم قلت ايه يا ريت الترابيزه دي ترجع لورا شويه. تمام. على طول سمعت الكلام تاني يوم في الحلقه، لقيت الترابيزه رجعت لورا شويه. وبعدين قلت يا رب تكون بقى ايه الكاميرا اللونج دي تجيب الشاشه اللي من ورا دي بالظبط، لقيت الدنيا متظبطه. فاخر طلب بقى يكون في شاشه صغيره عندي عند الترابيزه كده تبقى اسم البرنامج مثلا. هو حد بيغششك استاذ خليل؟ هو حد بيغششك؟ لا والله ابدا. حاضر استاذ خليل. مساء الخير استاذ خليل. أولاً يعني مثلا الدكتور علاء اللي بيبقى موجود ان شاء الله تبقى الشاشه الصغيره كده في صحتك ثروتك صح؟ بالظبط كده استاذ خليل. مساء الخير. انا عايز اخدك في حته ثانيه. اولا عايز اشكرك. بعد بكره هتكون متركبه او لا يوم الاحد هتكون متركبه يا استاذ خليل. طيب خلاص كده، يبقى انا كده انا اول واحد بقى هستخدمها ان شاء الله. ولو لحقت اركبها بكره هركبها. طيب يا بكره يا الحد عشان اكون صادق في الموضوع. اتفضل. تحياتي استاذ خليل. دكتور علاء. استاذ خليل مساء الخير يا استاذ خليل. مساء الخير يا دكتور. استاذ خليل معلش حضرتك اكد لي المعلومه، حضرتك بتقدم البرنامج بتاعك يوم الخميس الساعه 4 العصر كده او 5 او 3 حاجه في الوقت ده صح؟ ايوه 4 طيب. يوم الخميس. هو حضرتك يوم الخميس لما كانت السيول موجوده جيت القناه برضو صح؟ حصل. نعم؟ حضرتك يوم السيول لما كانت موجودة انت جيت القناة. جه وجه من سفر. صح كده يا استاذ خليل؟ اه. انا عايز بس اقول على حاجة، انا بجد كنت ببحث عن رقمك علشان اشكرك، وشوف الصدفة ان انا اشكرك على الهوا كله. استاذ خليل يا جماعة اللي حصل ان هو كان يوم الخميس اللي كان فيه سهول جامدة جدا وكان عنده برنامج على الهوا وكان حريص انه يجي وفعلا وصل للقناة. ده دلالة على راجل بيحب شغله قوي جدا، بيحب الرسالة اللي بيقدمها، فبرغم كل شيء وبرغم كل المعوقات اللي قابلها بس وصل للبرنامج بتاعه. وده نتعلم حاجه من استاذ خليل، الواحد لما بيحب حاجه ويحب يعملها هيعملها، بس اهم حاجه يكون بيحبها. استاذ خليل عايز اشكرك. شهاده اعتز بيها يا دكتور علاء، ربنا يبارك فيك. حبيبي يا استاذ خليل، اولا اشكرك على 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 حبك للقناه وانتمائك للقناه، واولا يعني انا عارف العلاقه اللي ما بيني وما بينك، الصداقه والاخويه والحب اللي ما بيني وما بينك.
يعني مش هنفع اتكلم فيه، انت اوصل لك اللي انا عايز اقوله طبعاً. بس طبعاً احييك، ده مكانك في اي وقت تيجي تنور فيه، اي ملاحظه ما تحت امرك فيها ده شيء يسعدني جدا. واللوكيشن او الديكور او التطوير اللي تم دي بدايه، لسه اللي جاي اقوى واقوى وافضل وافضل بكتير ان شاء الله باذن الله. مع حضرتك لازم يبقى فيه جديد. الله يخليك، الله يخليك يا استاذ خليل. تحياتي لحضرتك، وناقصني ان انت تكون موجود، ناقصني ان انت تكون موجود ونرجع من تاني ان شاء الله الاسبوع ده باذن الله. تكلمني بعد الهواء ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تكلم بعد الهواء ان شاء الله. حبيبي خليل، شكرا. تحياتي. اقول لك خبر تاني حلو. اتفضل. ده موقع برضو دي من مش أطفال الدنمارك يبدأون بالعودة إلى مدارسهم بعد شهر من الحجر الصحي. يعني الحياة تعود تاني في الدنمارك، خلي بالك. تمام؟ ما خلاص، انت قلت كلمة في أول الجملة، طالما ألمانيا بدأت هتلاقي بعض الدول هتبدأ تخش في الموضوع وتجرب. ويا جماعة دي مش هبدات، ده موقع حضرتك خشوا هتلاقيها موجودة. طيب عشان قربنا نخلص. ليه قربنا نخلص؟ اه والله. ليه كده؟ في واحد جاي بعد مني، ممكن ما يخرجناش من الاستوديو. مستنيه. طيب نرجع تاني للموضوع السوشيال ميديا، ولا نرجع لموضوع الكوره، ولا نرجع لموضوع الفن، ولا نتكلم في ده كله ونختم؟ بص انا عايز اقول لك على حاجه، كلها مرتبطه ببعض. شوف احنا اتكلمنا في السوشيال ميديا، اتكلمنا في فن، واتكلمنا في كوره، واتكلمنا في كورونا بالمناسبه. تمام. وانت لو بصيت هتلاقيهم كلهم مرتبطين ببعض، كلهم مرتبطين ببعض. والارتباط كله هو ان الناس عايزه تعيش. هو الحياه هي سر من اسرار الكون. صح. وانا عايز اقول حاجه بخصوص كورونا. كورونا لسه لم تبوح باسرارها لسه. كورونا لا مش كمرض، لا كورونا في اسرار كتيره وهتطلع على مدار الايام ومدار الشهور اللي جايه. ولا كالمتسبب؟ لا يعني خليني ما انت عمال تقول لي ادي طاقه ايجابيه للناس. ما الكلمه دي استنى بس استنى ايجابيه. ايوه ماشي. لا مش نحدد. كورونا فيها اسرار كتير جدا. أيوة انا توقعاتي هنعرف الاسباب اللي حصلت. ايوه كاسباب مش كمرض. لا مرض بالمناسبه. خلي بالك المرض بتاع كورونا، عشان بس ده فيروس تنفسي هياخد دورته ويتكل على الله، وهيبقى بعد كده فيروس موسمي. يعني عشان بس احنا كل العام نركز فيه. انت النهارده لو ركزت في اي مرض هتلاقي الارقام اكتر من كده بكتير، عشان بس اجيبها لك. طيب انما احنا كله حصل تركيز. ما انا قلت لك كورونا وراها اثار كتير قوي كاسبابها. لا في اسباب سياسيه واسباب اجتماعيه واسباب اقتصاديه. ماشي، هتبان احسن من يحب. دي توقع. لما انا بقول توقعات، انا عشان كده حتى ما قلتش ايه هي الاسرار، انا قلت في اسرار. ايه توقعات. نورتني حبيبي. بس بجد والله الوقت عدى بسرعه. احنا لسه ما هتحس احنا لسه ما يعني لسه هنتكلم في حاجات كتير قوي. يعني نيجي تاني وتالت بجد والله. والله انا عايز على فكره ببقى سعيد معاك وانا معاك. لا عايز اقول لك بجد والله. شوف انت، انا كنت جاي النهارده، ودي نصيحه اخيره اقولها للساده المشاهدين. ابحث عن حاجه تبسطك وتكون مفيده دايما. ممكن اضيف عليها حاجه؟ اتفضل حبيبي. ابحث على حاجه جواك هتنجحك. ما هو انت لما هتنجح هتتبسط، وبالتالي هتعيش حياتك. اوعى تستسلم للكآبة وننسى شويه والنبي الساعه 8 والارقام وكم واحد مات وكم واحد عايش والنبي عشان خاطر حضرتك الختمه دي. حلو. خلصت حلقتنا، ومن اجمل الحلقات ومن اجمل حلقات انا مش محضر لها والله، ولا احنا داخلين بورق ابيض وقلنا احنا هندردش مع بعض شويه. هنحاول نربط الكوره بالكورونا، او هنحاول نربط الكوره بالصحه. حاولنا نتكلم في المواضيع، تطرقنا لبعض الامور حسب المكالمات اللي جت، حاولنا نرد عليها من وجهه نظرنا بشكل كويس او بشكل احنا شايفينه وجهه نظرنا. اتمنى تكون الحلقه قد اسعدتكم جدا. نورتنا يا دكتور علاء جدا جدا جدا. انا في النهايه عايز اقول ايه، اتمنى ان احنا نكون ادينا برضو معلومه مفيده للناس، وكنا ضيوف خفاف عليهم في الحظر. شكرا استاذ محمد حبيبي. انا ما رضيتش احرق بس حته الكوره اللي مع الدكتور علاء، اللي انا كنت جايبه في الاساس نفسي اكلمه فيها، بس ما ينفعش تتكرر حلقه ثانيه. بنوه اخر حلقه بس في دقيقه يا شباب. عاش مبادره عاش رجعت ثاني، بس المرة دي مختلفة شوية، لأن مفيش ولا جيمات فاتحة ولا نوادي فاتحة ولا أي صالات رياضية فاتحة. فياريت دي فرصة معانا في البيت كلنا نمارس رياضة في البيت. في مننا اللي عارف إزاي يلعب رياضة في البيت، وفي مننا اللي مش عارف. فياريت بس اللي بيمارسوا رياضة في البيت ابعتوا لي فيديوهات وصوروها لي، وابعتها لي على رقم الواتساب أو على صفحة جو ميديا برودكشن، وده الرقم اللي عليه الواتساب. ابعتها لي عليها بعد الحلقة، هذاعها الحلقة الجاية. وكمان ندي رسالة للي مش عارف يمارس رياضة في البيت، يبدا يمارس الرياضه في البيت ويصور لنا برضه فيديوهات. مش حاجه خير، عايز معانا في ناس من السعوديه بتبعت لك رسائل شكر وبتاع، الناس متابعانا حتى من السعوديه. تحياتي لكل اهل السعوديه الاشقاء، وتحياتي ليهم. ان شاء الله باذن الله ممكن على الحج نكون، ان شاء الله باذن الله تكون المشكله اتحلت ويكون في حج السنه دي. ان شاء الله. تحياتي ليك دكتور علاء. شكرا استاذ محمد. استنوني، مع السلامه.